ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب من الريحانية الخبير العسكري السوري أديب العلاوي. أهلا ومرحبا بك أستاذ أديب. بداية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيريز دعا إلى وقف فوري للتصعيد العسكري جنوب سوريا، لماذا هذا الاهتمام الكبير والمتصاعد بالجنوب السوري برأيكم؟ تحية لكم وتحية للمشاهدين الكرام. يعني حقيقة ما قاله يعني الأمين العام للأمم المتحدة، قاله أيضا أيام الغوطة وفي أثناء تهجير أهالي ريف حمص الشمالي وغيره. يعني هذه التصريحات حقيقة تدعونا للتشاؤم وليس للتفاؤل. بمعنى آخر، هو ليس اهتمام خاص في وضع الجنوب، بالرغم من أن الجنوب له وضعه الخاص بوجود يعني إسرائيل التي هي يعني حبيبة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي جاءت الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن تحمي أمن إسرائيل القومي. ولذلك هناك أهمية للجنوب فعلا، ولكن الأمم المتحدة هي دائما يعني تشعر بالقلق مما يحصل إن كان في الجنوب وإن كان قده في الغوطة وفي ريف حمص. ولذلك أنا أتشائم من ما يقوله الأمين العام للأمم المتحدة الآن. بمعنى آخر، أنا وكأن في كل تشاؤم هو يتشاؤم يعني، أو في كل تصريح هم يصرحونه لمنطقة بهذا الشكل، يكون هناك ضوء أخضر دولي على ما يبدو لروسيا وللنظام لاقتحام وتهجير هذه المنطقة وتغيير يعني وتغييرها ديموغرافيا كما حصل في العديد من المناطق. ولذلك يعني الحقيقة يعني خطير جدا ما يقوله الأمين العام للأمم المتحدة، يعني الذي هو لا يعني لا يزيد عن التصريحات لا أكثر ولا أقل. هذه التحذيرات تتزامن مع تصعيد النظام لقصفه لدرعا والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة. هل برأيكم يمكن أن يتوافق النظام مع المجتمع الدولي على ترتيبات معينة تخص الجنوب؟ يا سيدي الكريم، مجتمع دولي، لا يوجد مجتمع دولي. المجتمع الدولي هو عبارة عن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. فإذا ما حصل هناك اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا يمكن يعني أن يحصل أي شيء. وبالتالي نحن يعني أقول أن الزيارة المرتقبة يعني او اللقاء المرتقب بين ترامب وبوتين يمكن ان يحدد وضع الجنوب. النظام الان يجس نبض التهديدات الامريكيه، يعني يقوم بضرب عدد من المناطق البراميل المتفجره وبراجمات الصواريخ وبالمدفعيه. اعتقد انه هو اختبار للتهديدات الامريكيه ومدى جديتها. وحتى الان الحقيقه لا يوجد جديه لدى الولايات المتحده الامريكيه من خلال تهديداتها الفارغه التي لا تغري ولا تطمئن من جوع. يعني النظام يتقدم، النظام يحشد منذ اكثر من 10 ايام ويقوم بقصف المدنيين وقتل الكثير من المدنيين، وهناك العديد من القرى من ريف درعا قد تهجرت، ولا يزال يعني ولا تزال تهديدات الامريكيه عباره عن حبرا على ورق. ولذلك يجب على الثوار الحقيقه ان يحسموا امرهم الذين قرروا الصمود، ان لا ينتظروا للدفاع يعني عن انفسهم، بل ان يبادروا الى الهجوم طالما ان النظام يقوم بخرق مناطق خفض التصعيد. هل تعتقدون أن هذه الترتيبات يمكن ربطها بزيارة مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر للمنطقة، والزيارات بالنسبة لقادة بعض الدول إلى المنطقة أيضا؟ وهل يمكن أن يكون للأسد أي مكان في ترتيبات المنطقة المقبلة؟ يا سيدي الكريم، منذ قليل قلنا أن المجتمع الدولي هو عبارة عن أمريكا والولايات المتحدة وروسيا. وبالتالي إذا ما كان هناك كما جاء في صحيفة الحياة، إذا ما كان هناك حقيقة مقايضة يعني بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على بقاء بشار الأسد أو الاعتراف بشرعية بشار الأسد مقابل طرد إيران من المنطقة، يعني أعتقد أن الحلقة الأضعف أصبحت الشعب السوري، وأصبحت يعني الثورة السورية، وأصبحت سوريا هي الحلقة الأضعف. ونحن نعلم منذ فترة طويلة يعني لا النظام ولا الثورة ولا المعارضة هي لها أي رأي فيما يحصل من في أسيتانا وفي جنيف وعلى الأرض أيضا. وبالتالي إلى أي مدى أصبحت الميليشيات الإيرانية عبء على المجتمع الدولي؟ وكيف ترون علاقة روسيا بإيران في هذا الوقت؟ يعني الحقيقة هي أصبحت عبء على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قبل المجتمع الدولي. لكن عندما كان يعني حكومة أوباما، يعني كان هناك انسجام بين إيران وبين حكومة أوباما، وبالتالي استطاع من خلالها الحرس الثوري الإيراني التقدم إلى
الى اليمن والى سوريا، ونلاحظ انه من السابق في العراق ولبنان، ويمكن ان كان ان يكون له دورا ايضا في البحرين كما يحصل. ولكن اعتقد ان الحكومه الصقور الامريكيه الان التي هي على يعني على نقيض حكومه اوباما، ولا اعتقد انها توافق على اي وجود ايراني في المنطقه، وهذا رغبه اسرائيليه ايضا قبل ان تكون رغبه امريكيه. فاعتقد ان الان بعد خاصه انتهاء الملف النووي ان الوجود الايراني اصبح يعني مزعج للولايات المتحده الامريكيه وبالتالي لدول اوروبا والمجتمع الدولي. ولذلك ضربه البوكمال كانت هي عباره عن قطع الطريق على الميليشيات الايرانيه من ان يكون هناك يعني الحقيقه طريق مفتوح او طريق الحرير او طريق الواصل بين طهران، بغداد، دمشق، بيروت. أبرز كايب الخبير العسكري السوري أديب العلاوي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.